الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على شرعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قائلا: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالحمد لله، من الله على حبيبنا بهذا المتتع وهذا الخلق يجددون العهد والبيع لرسول الله بأنه إمام المرسلين وقدوتهم وسيدهم وتاج رؤوس الخلق صلى الله عليه وسلم، وتتوافد إليه العباد من جميع البلاد محبة وإجلالا وتعظيما لشأنه ولقدره صلى الله عليه وسلم. فنشهد يا رسول الله بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت في هذه الأمة، فجزاك الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين وعن كل نفس تنفسته يا رسول الله في حمل هذه الرسالة وحمل هذه الأمانة. جزى الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.